صافي، الأزمة دخلت شهرها الخامس والنظام لازال متماسكا ولم يظهر حتى الآن أي إشارات لضعفه، برأيك أو لسقوطه، هل تعتقد أن المعارضة ربما أخطأت في حساباتها وأنها تواجه نقاط ضعف مختلفة كثيرة وتحتاج إلى مراجعة لذلك؟ المعارضة لا تقود التحرك الشعبي، بل يعني الشباب والمواطنون في سوريا يقودون هذا الحراك الشعبي، وهم يريدون الحرية، يريدون نظام يمكن محاسبة المسؤولين السياسيين ويضمن لهم حقوقهم ويحارب الفساد. فأعتقد المعارضة تحاول أن تلحق بالشارع وهي تتعلم من دروسها بالتدريج. نعم، لكن المعارضة هي من نسمع صوتها وهي من تطالب لديها مطالب. هذا صحيح طبعا بسبب غياب الحريات في سوريا، لأن الناس لا تستطيع الكلام بحرية ولا تستطيع أن تنظم يعني أحزابها وتجتمع بدون رقابة النظام الأمني. هذا ما جعل أصوات من الخارج يعني أكثر وضوح، ولكن بطبيعة الحال كما نعلم أن التحرك هو يعني في الشارع السوري وليس في الخارج. السياسيون والمعارضون في الخارج يحاولون أن يبينوا ويقدموا وجهات نظر يعني تعبر عن الداخل السوري، لكن هذه وجهة النظر هذه يا سيدي يبدو أنها مختلفة. هناك عدة أقطاب لا تجتمع على برنامج معين أو على مطالب معينة، هناك انقسام نشهده في هذه المعارضة. هذا صحيح، هذا صحيح. طبعا المعارضة قدمت عدة محاولات لتنظيم نفسها و يعني تقديم إطار موحد، لم تتمكن حتى الآن، ولكن كما نلاحظ هناك بناء على التجارب والخبرات. المؤتمر الأخير قدم يعني تجربة أكثر ثراء من التجارب السابقة واستطاع أن يحضر أطياف مختلفة من المعارضة. طبعا لا زال هناك حاجة إلى عمل، لأن اللجنة النهائية هناك خلاف حول كيفية تشكيلها، وهناك بعض النقاش حول إمكان إيجاد لجنة عندما لم تتمكن المعارضة في سوريا في الداخل أن تنظم نفسها وأن تحضر المؤتمر الذي كان من المزمع عقده في مدينة دمشق. نعم، مع الأحداث التي شهدتها حمص في الآونة الأخيرة ووصفها البعض بأنها طائفية بحتة، هل يؤشر ذلك إلى زيادة الحسم الأمني أم أن ربما هذا الخيار قد تم إلغاؤه أو أسقط بالكامل نهائيا؟ القوى السياسية الناشطة مصرة على وحدة الشعب السوري، وهي مصرة على سلمية العمل وسلمية الحراك الشعبي، ومصرة على رفض أي تدخل عسكري خارجي. فهذه مبادئ عليها إجماع من قبل الجميع. الآن هناك محاولات لجر الشارع السوري إلى مواجهات طائفية، سيكون هذا العمل خطأ كبير. نقل الصراع في سوريا إلى صراع طائفي سيضر بالجميع، ويعني أنا أدعو القيادة السياسية في سوريا أن تتصرف بحكمة وتحول دون قيام البعض بجر البلاد إلى حرب طائفية. لن يستفيد منها أحد وسيكون الجميع يعني خاسر وستقود بلاد إلى الهاوية. نعم، تقارير إعلامية كثيرة تتحدث عن أن لدى تركيا مشروع مع الإخوان المسلمين في سوريا لإيصالهم إلى السلطة طبعا. ألا يزيد مشروع من هذا النوع؟ ألن يؤزم الوضع أكثر؟ طبعا هذه يعني تخمينات صحفية وقائمة على شائعات، لم نرى أي دليل على هذا. والإخوان السوريون لا يقودون المعارضة، هم جزء من المعارضة، هم يشكلون قسم من الأطياف المختلفة المعارضة، ولا يستطيعون أن يتصرفوا بأنفسهم. فأعتقد أن هذه التقارير يعني فيها إما كثير من التضخيم
والمعلومات التي لدينا أن الحكومة التركية على العكس هي تريد أن يحصل تحول ديمقراطي في سوريا بأقل الخسائر ودون صدام. وقد حاول رئيس الوزراء التركي مرارا مع الرئيس السوري أن يقنعه بالبدء بإصلاحات حقيقية وليست شكلية، لكن حتى الآن لم نرى هذا يحدث في سوريا. نعم، كثر الكلام عن أن واشنطن تريد إضعاف النظام فقط ولا تسعى إلى إسقاطه، وذلك لكي تصل لأهداف معينة في المنطقة بخصوص السياسة السورية في الخارجية. هل فعلا هذه توجهات واشنطن طالما لم يسقط النظام حتى الآن؟ طبعا هناك خلاف عميق بين الحكومة الأمريكية والنظام السوري، بل عدد من الأنظمة في المنطقة أسبابه معروفة وهو الحقوق الفلسطينية. لكن الحراك في سوريا ليس له علاقة بهذا، هو حراك انطلق من الشارع، انطلق من المدن السورية ومن القرى السورية التي كانت سابقا معقل، يعني قاعدة أساسية للحزب الحاكم حزب البعث، لكنها عندما وجدت أن هناك فساد كبير انتشر وأن القيادة السياسية غير قادرة على قيادة البلاد بالطريقة المطلوبة وأن الحقوق بدأت تغيب، تحرك الشارع. فأعتقد محاولة إلقاء اللوم أو جعل هذه مؤامرة هو هروب إلى الأمام وهو في غير مصلحة البلاد. فلابد من العودة من جديد وتحكيم العقل والقول بأن البلاد بحاجة لإصلاح سياسي وإلى نظام ديمقراطي يسمح بتداول السلطة ويعطي المجال لمحاسبة المسؤولين السياسيين. وكيف تفسر يا سيدي، كيف تفسر الموقف الأمريكي المتقلب؟ أحيانا يقول بأن النظام فقد شرعيته، وأحيانا أخرى يدعو المعارضة إلى تسوية مع النظام. صحيح، أعتقد الموقف الأمريكي هو محاولة لاستقراء الحراك في الداخل. كما لاحظنا الموقف نفسه، لاحظناه في الأحداث المصرية، كانت الإدارة الأمريكية إدارة أوباما تحاول دائما أن تستقرئ التطورات وتنتظر حتى يظهر لها من هو الرابح لتقف معه. فأعتقد هذا ما يحدث في سوريا. لكن في تقديري أن المعارضة بدأت بتجميع قواها وتنظيم نفسها، وهي في وضع أفضل مما سبق. طبعا الحل الأمثل هو البدء بعملية تحول ديمقراطي يحفظ البلاد ويحمي جميع كل أطراف، أقليات وأغلبيات وكل أطياف الشعب السوري، يحميه من كارثة يمكن أن تحدث إذا مضى النظام السوري في حله الأمني. نعم، هناك من يرى أن استنجاد المعارضة بأمريكا أو بالغرب بخصوص ما يحدث في سوريا يفقدها مصداقيتها، كيف ترى ذلك؟ أنا لا أرى أن المعارضة تستنجد بأمريكا، ولكنها تحاول أن تتعامل مع النظام الدولي وتطالب المجتمع الدولي بتحميل السلطة في سوريا المسؤولية الأحداث. عمليات القتل التي تجري يوميا والتعذيب وما رأيناه جميعا من يعني مشاهد مؤلمة، هذا غير مقبول، والذي يطالب حقيقة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته هم المغتربون السوريون قبل المعارضة. كثير من المغتربين السوريين بدأوا ينشطون الآن بعد أن رأوا أن الأحداث تسير بصورة غير مقبولة وأن عمليات القتل مستمرة. فليس هناك استعانة بأمريكا على سوريا، ولكن استعانة بالمنظومة الدولية لتحميل السلطات في سوريا مسؤولية ما يحدث في الداخل. من واشنطن رئيس المجلس السوري الأمريكي السيد لؤي صافي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.